مرحبا بكم من جديد احبائي الرياضه من قاعه الهادي دقايا بتبولب لمواصله وصف مباراه النصر الرياضي بتبولب والنجم الرياضي الساحلي. نعطيكم بعض نتائج الاشواط الاولى. النادي الافريقي انهى الشوط الاول متقدم على نادي الرياضه بقصر الهلال النادي الهلالي 14-12، والترجي الرياضي التونسي مع مكارم المهدية انهى الشوط متقدم 22-11، والنصر الرياضي بتبولبا انهى الشوط متقدم على النجم الرياضي الساحلي 14-10. سبق وقلت النصر الرياضي بتبولبا اليوم مع النجم الرياضي الساحلي، ويوم 1 افريل في ضيافة النادي الهلالي، ويوم 8 افريل يستقبل النادي الافريقي بقاعة الاتقية بتبولبا. تحكيم قرقوري وفريخة. نذكروا بعد التصفيرة النهائية للشوط الأول الحكم يعطي دقيقتين لمرافق النجم الرياضي الساحلي، وبالتالي يدخل الشوط الثاني نجم الرياضي الساحلي منقوص من اللعب. شوفوا محمد صالح جماعة يدخل لتشكيلة النصر الرياضي بتبولبا في هذا الشوط الثاني. سداسي النصر الرياضي بتبولبا محمد أمين العش، عاطف الزواوي، مهيب قلال، ماهر بن عبد الله، بلال بلال، محمد صالح جماعة، ومنيب عبد اللطيف. وفي هذه الآونة يعطي الحكم إشارة انطلاق للشوط الثاني، والامتلاك للنجم الرياضي الساحلي يلي المدرب ثابت محفوظ يخرج حارس المرمى ويدخل لعب مهدي البري، ماوى سنوسي، مهدي البري 4-9 أمتار، عامر ماوى مع نبيل شحبور، نبيل شحبور الحكم يرفع يده، سنوسي مراوغة ممتازة من سنوسي، البري البري سنوسي سنوسي شحبور، والحكم انتظر تقريبا حتى لوين ضاعت الكرة. مهيب قلال، مهيب قلال مع محمد صالح، و دخول بقوة، ظهر الحقيقة، ظهر العملية، محمد صالح جماعة دخول بقوة، تبقى نتيجة الشوط الأول ما فماش تسجيل، 31 دقيقة و30 ثانية، دقيقة و35 ثانية في الشوط الثاني، ما فماش تسجيل لا من النجم الرياضي الساحلي ولا من النصر الرياضي بتبولبا. السنوسي، شحبور، البري، محمد صالح، 9 أمتار، النجم الرياضي الساحلي مع امتياز لدفاع النجم النصر الرياضي بتبولبا،
نبيل شحبور، ماوى، السنوسي، السنوسي يراوغ ويعطي للبري، الحكم يرفع يده معلن عن اللاعب السلبي. السنوسي للاعب جناح والكرة البرة، للكرة هدف، هدف تظهر تظهر كأنها البرة برغم الزاوية مسكرة وبرغم محمد أمين العش سكر، لكن هدف ممتاز وقت تسجل من زاوية مغلقة. وبهذه الطريقة سجل هدف رقم 11 النجم الرياضي الساحلي، 14-11. منيب عبد اللطيف اللي تخرج عليه محاصرة، منيب عبد اللطيف، بلال بلال، ريان بلسوسية، مهيب قلال، منيب، منيب، منيب يضيع الكرة وحده، وتضيع الكرة من نجم الرياضي الساحلي، ضيع الكرة من هنا وهناك. مهيب مع منيب، ويسري الغالي خاطب اللاعبين متاعه ويقول لهم فيقوا واستفيقوا وركزوا، وهو الحقيقة التركيز مطلوب. قاعدين نشوفوا في كرة قاعدة تضيع من نصر الرياضي بتقلبة وكذلك من نجم الرياضي الساحلي. بلال بلال، ريان بن سوسية، 9 أمتار، بلال بلال، مهيب قلال، منيب عبد اللطيف، ريان بن سوسية، ريان، 9 أمتار مرة أخرى، كرة تلعب من مكانها يقول الحكم. ريان بن سوسية، منيب عبد اللطيف، مهيب على الثبات، لكن محمد صالح ابراهيم موجود ويتصدى، يتصدى محمد صالح ابراهيم، والكرة البرة لكن قبلها 9 أمتار، يعطيهم الحكم للاعب وسام السوسي من نجم الرياضي الساحلي. ممتاز الهدف من وسام السنوسي، ممتاز الهدف من وسام السنوسي. تقريبا وسام السنوسي داني مول الفريق النجم الرياضي الساحلي، المحرك النجم الرياضي الساحلي، ما شاء الله على وسام السنوسي. يدخل عزيز جمعة في حراسة مرمى النصر الرياضي بتبولبا، 14-12. مهيب قلال، ماهر بن عبد الله، حكم يرفع يده معلن عن اللاعب السلبي. ماهر بن عبد الله، تحسن دفاع النجم الرياضي الساحلي، ماهر بن عبد الله، كرة ضيعة تخرج جانبية ويربحها دفاع النجم الرياضي الساحلي ماهر السنوسي، ويربح بها الهجمة مع السحبي، لاعب جناح ويسجل، يسجل هدف رقم 13. يرجع الفارق، وقت مستقطع ياخذه يسري الغالي، يرجع الفارق إلا واحد، 14-13 النصر الرياضي بتبولبا. يعود من بعيد النجم الرياضي الساحلي، يعود من بعيد ويرجع بقوة، استغل توقف اللعب بعد تنسيق وموافقة المكتب التنفيذي للكونفدرالية المتوسطية لكرة اليد دورة 19 للبطولة المتوسطية لكرة اليد ذكور. نابل بن خيار من 23 حتى 30 أبريل 2023، تحمل رسميا اسم المرحوم رفيق خواجة الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة اليد والعضو السابق للمكتب التنفيذي للكونفدرالية المتوسطية. ينتهي الوقت المستقطع والنتيجة 14-13 للنصر الرياضي بيت بولبا.
وسام سلوسي اللي رجع النجم الرياضي ساحلي لحقيقة. ترجع المقابلة للنصر الرياضي بتبولبا، مهيب قلال وحيصار على منيب عبد اللطيف، ريان بن سوسية، مهيب قلال. تتوقف المقابلة علاش الحكم ينبه لعامر ماوى وبلال بلال. الحكم ينادي لعامر ماوى وبلال بلال وينبه عليهم شفويا. تتواصل المقابلة. منيب تتقطع الكرة، تتقطع الكرة من النجم الرياضي الساحلي ساحبين أبشة ودخول بقوة، لكن الحكم يقول لا، فما 9 أمتار قبل دخول بقوة. الفرصة الأولى للتعادل للنجم الرياضي الساحلي من بداية المقابلة، ما تمكنش النجم الرياضي الساحلي من التعادل. يمكن هذه أول فرصة تتاح للنجم الرياضي الساحلي باش يعدل. تسعة أمتار. يرفع يده الحكم معلن على اللاعب السلبي والضيع، ضيع الكرة. حكم يقول لتبولبا وحكم يقول للنجم الرياضي الساحلي، لشكون الكرة؟ 9 أمتار للنجم الرياضي الساحلي مع تنبيه باللاعب السلبي وثلاثة تمريرات. هذه التمريرة الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة، هذه الرابعة، هذه الخامسة. تضرب الكرة في ساقه. ترجع الكرة النصر الرياضي بتبولبا. ماهر بن عبد الله، منيب عبد اللطيف يراوغ يمشي بالكرة، لكن قبلها 9 أمتار. ما يخليش الأسبقية الحكم. ريان بن سوسية، مهيب قلال، منيب، مهيب، ريان، مهيب، ريان لعاطف الزواوي ومحمد صالح ابراهيم يتصدى. وفرصة ثانية، فرصة ثانية للنجم الرياضي الساحلي للتعديل. 14-13. كم يرفع يده معلن عن اللعب السلبي، ساحبين نفسه. 9 أمتار، تمريرة واحدة يقول الحكم. على الثبات وخارج المرمى مع متابعة من عزيز جماعة. مهيب لمنيب، مهيب خلال. دقيقتين، دقيقتين بعد تدخل على مهيب قلال. من نبيل شحبور، نبيل شحبور في عينيه مباشرة مهيب قلال. إن شاء الله لباس مهيب. النتيجة 14-13 لصالح النصر الرياضي بتبولبا. للنصر الرياضي بتبولبا امام النجم الرياضي ساحلي في توقيت 39 دقيقة و29 ثانية. تسعة أمتار ودقيقتين لنبيل شحبور من النجم الرياضي ساحلي.
مهيب قلال، مهيب قلال، ريان بن سوسية، وسبعة أمتار دفاع في المنطقة. مهيب قلال مع محمد صالح ابراهيم. مهيب قلال، الحكم يوقف الوقت ويطلب من اللاعبين احترام الامطار القانونيه. مهيب قلال ويتبع الكره محمد صالح ابراهيم وتدخل الكره. بالنسبة للمتابعين على راديو تبولبا، مرحبا بكل تعليقاتكم، مرحبا بكل نقدكم، مرحبا بكل تفاعلاتكم، لكن وقت نشوف كلمة زايدة نبعث مباشرة إلى سلة المهملات. مع الشكر نرجع للمقابلة. خمسة عشر ثلاثة عشر كان بيرفع يده معلن على اللاعب السلبي، ودفاع ممتاز من الرياضي بتبولبا. تمرير تاني يقول الحكم، ومرة أخرى تسعة أمتار، كرة تضرب على العارضة، مهدي البري، تمريرة واحدة، ترجع الكرة مرة أخرى تسعة أمتار، تمريرة واحدة. والبرا 15-13 للنسر الرياضي بيت بولبا. مهيب، منيب، ريان، ومحمد صالح ابراهيم. تصدي ممتاز من محمد صالح ابراهيم، تصديات متتاليه ومتابعه من محمد صالح ابراهيم. هذا حارس ابن تبولبا، يعرف مليح الاجواء في تبولبا ويعرف مليح النسر الرياضي بيت بولبا، تدرب في كل اصنافه وهو لاعب محترف حاليا، يعزز فروق فريق النجم الرياضي الساحلي في حراسة عارينو. مهيب قلال، منيب عبد اللطيف، مهيب، مهيب مع منيب، وهدف ممتاز، ممتاز الهدف من مهيب قلال. 16-13 النسر الرياضي بتبولبا. للنسر الرياضي بتبولبا من النجم الرياضي الساحلي في توقيت 42 دقيقة و45 ثانية. مراقب المقابلة سمير مخلوف يوقف المقابلة، علاش؟ شنو يقول الحكم؟ يمكن فما تغيير خاطئ. شنو قرار الحكم بعد تدخل مراقب المقابلة سميرة مخلوف؟ ما فما شيء. يرجع الوقت وتتواصل المقابلة. ما نعرفش تقريبا مراقب المقابلة حكي نكتة للحكم، ما خاطر نشوف الحكم يضحك. وقف المقابلة باش يحكي له نكتة. ضيع الكرة وتبقى للنجم الرياضي الساحلي، والحكم في هذه اللقطة يلعب مدافع مع النسر الرياضي بتبولبا. تسعة أمتار أخرى وروح رياضية عالية بين بلال بلال ووسام السلوسي. صاحبين أبشا، حكم يرفع يده معلن عن اللعب السلبي. تسعة أمتار،
خرج الكرة جانبية مس في الدفاع، تمريرة واحدة يقول الحكم. تمريرة واحدة يقول الحكم سلوسي. لا هذه تولي تمريرتين، ترجع ترجع عزيز جماعة 16-13 ممتازة. والعارضة تقول لا، العارضة تقول لا لبلال بلال يخرج من الجناح، العارضة تقول لا ومتابعة لمحمد صالح ابراهيم، وتبقى النتيجة 16-13 للنسر الرياضي بيت بولبا في توقيت 44 دقيقة و 48 ثانية. وسام السلوسي وممتاز الهدف من لاعب بسام بالحاج، وتضرب الكرة في العارضة مباشرة. هذه اهدار الفرص واهدار الكر والتسرع من نسر رياضي بيت بولبا، ان شاء الله ما ينبوش عليه في اخر المقابلة. 16-14 للنسر رياضي بيت بولبا من النجم الرياضي الساحلي في توقيت 45 دقيقة و 30 ثانية. مشي بالكرة، مشي بالكرة. 16-14 مشي بالكرة من نبيل شحبور. ترجع الهجمة النجم الرياضي بيت بولبا مع ريان بن جوسية ومنيب عبد اللطيف، اللي دائما نشوفه فما محاصرة لمنيب ومتابعة من عناصر النجم الرياضي الساحلي ولاعبي النجم الرياضي الساحلي باش يحدوا من خطورة منيب عبد اللطيف بعد ما شفنا اهدافه في الشوط الاول المتالية والمسترسلة والقوية والعثبات. منيب منيب مهيب. الحكم يرفع يده، الحكم يرفع يده معلن على اللعب السلبي. ترجع الكرة مع ادم عبد الفتاح، بلال بلال، منيب بلال، وضربة سبعة أمتار ومعاهم دقيقتين. سبعة أمتار ودقيقتين لعامر ماوى، يقول له الحكم مسكت اللاعب وجبته. والنتيجة 16-14 16-14 للنسر الرياضي بيت بولبا في توقيت 46 دقيقة و 45 ثانية. وسبعة أمتار في التنفيذ ماهر بن عبد الله، وفي هذه الآونة يخرج محمد صالح ابراهيم ويدخل يوسف زيان لحارس المرمى النجم الرياضي الساحلي، ويتصدى يوسف زيان امام ماهر بن عبد الله. تصديات متاليه من محمد صالح ابراهيم او يوسف زيان في سبعه امتار، هذه تخلي دائما النجم الرياضي الساحلي في المقابله، وتخلي دائما النجم الرياضي الساحلي يطمح باش يخلط للتعادل ولما لا الفوز. والوقت مازال برشا وقت، والنتيجه 16-14 16-14 للنسر الرياضي بيت بولبا. الحكم ينادي على ماهر بن سوسية وكذلك على بسام بالحاج، ينبه عليهم شفويا. حمدي الهمامي، السلوسي، ممتاز الهدف، ممتاز الهدف من نبيل شحبور، وممتاز التصدي من وسام السلوسي في مرمى فارغ وشاغر ارتماء، يخرج الكرة لبرة ويمنع محمد صالح ابراهيم من هدف محقق ويخلي منيب منيب
منيب عبد اللطيف دائما يخلي المجال ويخلي ينفز ويخلي دائما معاه اثنين للنس الرياضي بتبولبا. سبعتاش خمستاش النس الرياضي بيت بولبا في توقيت 48 دقيقة و30 ثانية. شنوسي يراوغ ويسجل. السنوسي راوغ ويسجل. سبعتاش ستاش. مرة أخرى سمير مخلوف ينادي للحكم. ما نعرفش المراقب المقابله ينادي الحكم وما فماش قرارات من بعد. شفنا الحكم في مره اولى بعد ما ناداه المراقب يضحك، المره الثانيه ما نعرفوش شنو، ان شاء الله تكون نكته اخرى. ما فماش حتى قرار ياخذه الحكم رغم تدخل المراقب المقابلة، ونشوفه تتواصل المقابلة والامتلاك للنسر الرياضي بيت بولبا في 49 دقيقة و17 16. مهيب قلال، مهيب 9 امتار. 17 16 للنسر الرياضي بيت بولبا. مهيب قلال يربح 9 امتار. مهيب قلال، ريان بن سوسية، منيب عبد اللطيف. منيب ايش يعمل؟ منيب ترجع الكرة لمنيب بعد تصدي الحارس، والحكم يقول 9 امتار. يتصدى محمد صالح ابراهيم. ريان سوسية، منيب عبد اللطيف، والهدف ممتاز من بلال بلال. بلال بلال يسجل الهدف رقم 18 16 للنسر الرياضي بيت بولبا، ودخلنا في العشرة دقائق الأخيرة. موني تايم 10 دقائق الأخيرة اللي نشوفوا فيها كل شيء، والنجم نشوفوا فيها كل شيء، وجميع الاحتمالات واردة. تتقص الكرة لكن فما 9 امتار، والحكم يعطي ورقة صفراء ليسري الغالي مدرب النسر الرياضي بيت بولبا. وسام السنوسي، وسام السنوسي، وممتاز التصدي من عزيز جماعة، لكن الحكم يقول 7 امتار للنجم الرياضي ساحلي في توقيت 50 دقيقة و55 ثانية، والنتيجة 18 16 لصالح النسر الرياضي بيت بولبا. في التنفيذ مهدي البري وعزيز جماعة، مهدي البري غلط عزيز ويسجل الهدف رقم 18 17 للنسر الرياضي بيت بولبا. قبل 8 دقائق ونص من نهاية المقابلة، وتوا كل كرة بحسابها. يرجع لحراسة المرمى محمد أمين العش بالنسبة للنسر الرياضي بيت بولبا. ريان بن سوسية، مهيب قلال، ريان بن سوسية، مهيب قلال، منيب عبد اللطيف، منيب عبد اللطيف لمهيب، مهيب بلال، بلال لعب الجناح،
يسجل بلال بلال 19-17 توا اللي يتحكم في حسابه ويسجل ما يضيعش هو اللي مش يربح 19 للنجم الرياضي بتبولبا 17 للنجم الرياضي ساحلي كرة تضرب على العارضة وترجع لمنيب الكرة في هذه اللقطة حبت النصر الرياضي بيت بولبا 19-17 للنصر الرياضي بيت بولبا في توقيت 52 دقيقة و30 ثانية منيب منيب يدخل لكن قبلها فما 9 امتار مهيب مهيب بلال بلال ممتاز الهدف ممتاز الهدف من بلال بلال والتمريرة كانت ولا أروع كذلك 20-17 للنصر الرياضي بيت بولبا أمام النجم الرياضي الساحلي في 53 دقيقة و20 ثانية ومحاصرة يخرج منيب عبد اللطيف على وسام السلوسي ووقت مستقطع ياخذ المدرب ثابت محفوظ ترجع المقابلة بعد وقت المستقطع اللي خذاها ثابت محفوظ مدرب النجم الرياضي الساحلي وممتاز الهدف من بسام بالحاج بلال بلال 20-18 لصالح النجم الرياضي بيت بولبا منيب عبد اللطيف مهيب خلال منيب مهيب ريان بن سوسية 9 امتار الحكم يوقف التوقيت باش يمكن من مسح أرضية الميدان والنتيجة 20-18 للنصر الرياضي بيت بولبا في توقيت 54 دقيقة و16 ثانية مهيب يراوغ مهيب يربح 9 أمتار من جديد
منيب. مهيب الحكم يرفع يده معلن عن اللعب السلبي. منيب عبد اللطيف، بلال بلال ويتصدى، يتصدى محمد صالح ابراهيم، يتصدى محمد صالح ابراهيم، وممتاز الهدف كذلك. من عصام رزيق يسجل هدف رقم 19 20 19 قبل 5 دقائق من نهاية المقابلة. بهذه النتيجة المقابلة ستشتعل. ريان بن سوسية، 9 أمتار، 9 أمتار لريان بن سوسية. مهيب، منيب، حكم يرفع يده معلن عن اللعب السلبي. تخرج الكرة جانبية، منيب واع العارضة، العارضة المرة هذه تكون لجانب النجم الرياضي الساحلي. أعطاه حقها منيب عبد اللطيف، لكن العارضة تقول لا. 20-19 للنسر الرياضي بيت بولبا قبل 3 دقائق ونص من نهاية المقابلة. محمد أمين العشي يتصدى والحكم يعطي 7 أمتار للنجم الرياضي الساحلي، وأول مرة يمكن يعدل النجم الرياضي الساحلي منذ انطلاق المقابلة بشوطيها الأول والثاني. رامي سيوت يعطي الكرة لمهدي البري، مهدي البري أمام محمد أمين العش، مهدي البري ويسجل هدف 20-20 للتعادل، أول تعادل منذ انطلاق المقابلة، أول تعادل. منيب عبد اللطيف، مهيب قلال، بلال بلال، ريان، مهيب يتسجل الهدف، لكن الحكم يقول قبلها فما 9 أمتار. بلال وممتاز، بلال ممتاز، بلال بلال، 21-20، دقيقتين ونص لنهاية المقابلة. فما مرشي، ما فما شيء، الحكم يعطي 9 أمتار نجم الرياضي الساحلي. الحكم يرفع يده معلن عن اللعب السلبي. ويسجل، يسجل من زاوية مغلقة. 21 21 21 21 قبل دقيقة ونص. 21 21 21 21 التعادل، دقيقة وعشرين ثانية. دقيقتين، دقيقتين، دقيقة
دقيقتين لبسام لرامي سيوت. رامي سيوت يتحصل على دقيقتين قبل نهاية المقابلة بدقيقة وخمسة ثواني. واحدة وعشرين، واحدة وعشرين. منيب عبد اللطيف، بلال، سبعة أمتار، سبعة أمتار لبلال بلال. يتوقف الوقت، تسعة وخمسين دقيقة واثناشر ثانية. يدخل يوسف زيان، مهيب قلال، مهيب قلال مع يوسف زيان، مهيب ويتصدى، يتصدى يوسف زيان كرة المقابلة. يمكن ليوسف زيان كرة المقابلة ليوسف زيان بعد نسر رياضي بيت بولبة. كل المقابلة متقدم ومنتصر، يجي لآخر 30 ثانية، مازالت 30 ثانية ويعطي الأسبقية يمكن للنجم الرياضي الساحلي، وهدف يمكن يبدل كل شيء. هذا هو، سبعة ثواني، سبعة ثواني لنهاية المقابلة والنتيجة 21-21. سبعة ثواني لنهاية المقابلة. سبعة ثواني لنهاية المقابلة والنجم الرياضي الساحلي منقوص من لعب. كل شيء وارد، كل شيء وارد في السبعة ثواني. ثلاثة ثواني، ثانية، ثانية، ينتهي المقابلة، تنتهي المقابلة على نتيجة 21-21. 21-21. 21-21 بين النجم الرياضي الساحلي والنسر الرياضي بيت بولبا. الحقيقة، الحقيقة النسر الرياضي بيت بولبا ضيعت نقاط المقابلة، ضيعت نقاط المقابلة، كامل ردهات المقابلة وكامل أطوار المقابلة من الشوط الأول. النسر الرياضي بيت بولبا متقدم أربع نقاط، خمسة نقاط، ستة نقاط، نوصلوا لآخر ثانية. كان ينجم ويقتلع النجم الرياضي الساحلي، كان ينجم يقتلع نقاط المقابلة في آخر ثانية. متابعي راديو تبولبا، أحباء الرياضة، هكا قلنا لكم مباراة، المباراة الأولى من حالة التتويج في المجموعة بين النسر الرياضي بتبولبا والنجم الرياضي الساحلي اللي انتهت نتيجتها 21-21. نذكركم اليوم إن شاء الله الإفطار بمدينة تبولبا على الساعة 6:38 دقيقة، والإمساك على الساعة 4:30 دقيقة. صح، شربتكم مسبقا وشاي طيبة وإفطار شهي، ونلتقي في مناسبة قادمة بحول الله. مع تحيات وسيم معرف، ياسين شحاتة، عزيز، ووصف لكم هذه المقابلة كريم الغشام. إلى أن نلتقي نتمنى لكم السلامة والعافية وتصبحون على خير.